ناخذ المحاضرة الثانية فيرا. نتكلم هسه عن شخصية فيرا اللعوب. is the most important. هي من أكثر الشخصيات بالopen the window حركة يعني نشطة. إذا فإذا ها قالت لك the most important من أفضل الشخصيات، إذا ما انطتج فيرا حطت غير شخصية وطتج صح وخطأ اكتبي لها خطأ. وإذا قالت وهي نفسها فيرا من the most important حطي لها صح. the open window the author الكاتب describe وصف شخصية فيرا as self-possessed يعني من اللعوب. possessed يعني لعوب أو ممسوس. يعني شنو لعوب؟ يعني ملعبة، تختلق قصص، تألف، تسوي مشاكل، تسوي خداع. أي فهاي تجيش صح وخطأ، فراغات حيل مهمة. هاي العبارة ذكرت بالملف واحدة 5 مرات. my aunt will be down. عمت قالت للسيد سابلتون عمتي سوف تنزل حالا. presently يعني حالا. my mister نوتل said قال هو يعني ويا نفسه انه very self-possessed young. هاي البنية جدا ملعبة. lady of 15 بالنسبة لبنية عمرها 15 سنة. بنحط لك question mark يعني هاي من المسرحية يعني ماخذين هاي المقولة. قلت له my aunt will be down presently. عمتي سوف تنزل حالا. اي فدا يعقب على هاي الكلمة سيد نوتل. then you know انت تعرف براتيكالي عمليا nothing about my aunt. انت لا تعرف شيئا عن عمتي. وين شو اسمه الكويشن مارك هاي؟ كويشن مارك هاي يعني هاي نقلا من المسرحية هذا المقطع انه تقول انت تعرف لا تعلم nothing لا تعلم شيئا عملي عن عمتي شو اسمها سابلتون. فهي المقولة مالتها هي تقولها. فيعقبون على هاي المقولة انه برسد the self possessed الطارد يعني فتاة لعوب تبلغ من العمر يعني 15 سنة. young lady يسموها young lady. فهي عمتها يعني تبحث بهاي الشخصية متأثرة بيها. throughout the story من خلال القصة Vera act completely. فيرا لعبت دورا كامل عن الشخصية اللعوب البوززد. كالم شخصية هادئة يعني بالثقة مالتها يعني من تحكي تقنع المقابل بالهدوء مالها انه ما ترتبك من تكذب او فشي فالمقابل يصدقها. مني واحد كذاب يعني يكذب فالهدوء ماله يدل على الصدق. كالم الهدوء. هاتيجي فراغات صح وخطأ. الكالم الهدوء والكول البرود العدها انه ما تنفعل. والكولكتد تجمع كل طاقتها. كولكتد يعني تجمع معلومات بدماغها وتوصف الاشياء من حولها فالناس تصدقها بالقصص اللي تألفها. سيلف اشورد ثقة نفس. هنا تجي بمعنى شور يعني نفس عندها ثقة بالنفس. فهاي تجي فراغات صح وخطأ يعني هاي الصفات مالتها. اذا تقولي شنو هي صفات فيرا هي self possession and she's called bard collected تجمع. احنا شلون يقولون يتجمع يعني ذكية. self assured عندها ثقة بالنفس. the writer's purpose writer's purpose غرض الشاعر الكاتب. in emphasis للتأكيد that Vera was self possessed انه فيرا كانت تملك شخصية مستحوذة. بزد يعني ملعبة او تستحوذ يعني تسيطر هي على الحديث. was to make it possible سهل عليها ان تخدع شخص مريض مثل زي سيد ناتل يعني عندها شربت مي من تخدع لان هو مهزوز اصلا من الداخل. was to make it possible جعلتها من المستحيل for her يعني هي شخصيتها for her لنفسها to terrify and تخدع. terrify and تخدع ركز على هاي الكلمة خاف تجيك.
مستر ناتل. هي ايش سوت المستر ناتل؟ خدعته التيري فاي، خدعته. She is a good actress. هي ممثلة جيدة. She is quickly recovered. Recovered her habitual. تغذي غريزتها وعادتها. شلون تغذيها؟ من خلال خداع الآخرين. Recover هي مو recovered تغطي أو تستعيد، بس هنا تجي بمعنى تغذي غريزتها اللي هي تحب تضحك على الناس، تنصب عليهم، حالها حال بقية الشابات اللي بعمرها، بيش عمر يصير عندهم يعني شلون؟ عندهم من ينصبون على الكبار يعني عندهم هذا فالشي، يعني عندهم شي حلو يعني يستمتعون به. recovers her habitual تغذي غريزتها بالنصب على الناس. self possession يعني الشخصية المسيطرة. and make up a word وتجعل منها word tall حديث قلق. to explain يعني حديثها من قالت لخالتها انه هو طلع خايف. الفارمتون هو نقصد هنا أنا مستر ناتل اسم ابوه اسمه فارمتونز سادن لحظة خروج فارمتون ديبارت او مغادرة. ديبارتشار يعني مغادرة. فاتم سادن لحظة خروج فرامتون هو نفسه ناتل اسم ابوه فرامتون فيسموه باسم أبوه. النهاية word little كان حديث قلق. to explain تشرح اللي هي اللي مستر ناتل اسم الثاني اسم أبوه هو الفرامتونز. sudden لحظة departure لحظة خروجه من البيت مسرع من الهزن طلع يرفض. there as 15 years عمرها 15 سنة old. عارف تجيش صح وخطأ فراغات ايش قد عمرها تبي عليها. who has vivid intelligence عندها ذكاء خارق. هاي كاسة كم صفة عندنا بمال شو اسمها صفة انه هي call collected والنوب terrify. هي قاعدة تركزوا لي على صفاتها. عندنا الصفة اللي هي vivid intelligence ذكائها خارق. الvivid تجي بمعنى هنا خارق مو تجي بمعنى احنا هنا حي مو حي تجي بمعنى خارق. vivid intelligence ذكاء خارق. but she's not too much خاف تغيرها تقولك هي stupid غبية بالصح والخطأ انتبهي. عندنا but she's not too much different لكن هي لا تشبه لا تختلف كثيرا from girls عن الفتيات اللي بعمرها her age يعني اللي في عمرها يعني كلهن يحبن يلعبن بعصاب الناس وينصبن ويضحكن ويستمتعن بهذا الشيء. like to play ترغب او تحب تلعب practically jokes يسموها مزح عملية. شنو مزح عملية؟ يعني تنفذها عملي مو بالسوالف. اكو مزح نسولفها كسوالف نكت لكن اكو هذا يحبون يمارسوا براتيكالي عملي عملي من خلال تعابير وجهه سردها للقصص اقناع الاخرين او تمثل يعني شلون تخلق اشياء تمثلها فيسموها براتيكالي جوكس نكت عملية. خاف تغيرها بالصح وخطأ تقول لك هي تسوي نكت يعني مو براتيكالي مو عملي لا هي براتيكالي جوكس استخدمت on people على الناس. on the surface surface هنا ما يقصد السطح يقصد من خارجها هي تبين مؤدبة. in surface من خارجها ما يقصد من سطحها من خارجها. she is very polite هي جدا مؤدبة. polite يعني مؤدبة. and self possessed شخصية مسيطرة او ثقة عندها. but underneath يعني داخلها احنا نقول من جوا لي جوا الاندرنيث من تحتها او من داخلها. اندرنيث داخلها she has a secret sadistic يعني شخصية سادية. شنو هي الشخصية السادية؟ هذول اللي يعذبون الناس يسموهم شخصيات سادية مثل هتلر وغيره. هذول يعذبون الناس بالتعذيب النفسي.
يسمون يطلقون على هاي اللي يعذبون الناس يسموهم سادي أو سادستيك. سادستيك يعني ساديين. سيكرت سادستيك يعني عندها شخصية سرية هي تعذيب الناس. وش سترينج تعذب بالغرباء لأن أهلها يعرفوها هي شنو، بس من اللي يقع بفخها الناس الغرباء السترينج الغرباء عند كلوز ريليتيف وأقاربها المقربين كلوز ريليتيف أقاربها. فهاي إذا قلت لي سألت السؤال بالاختيارات المن تعذب تمارس السكرت سادستيك شخصيتها السادية على من تمارسها على الغرباء السترينج والكلوز ريليتيف والأقارب. would not suspect ما يتوقعون انه هي تكون ملعبة عبالهم هي بوليت فتاة مؤدبة تمثل يعني هي. نجي على مستر ناتل.